진짜. قلنا البنات كتاخذوا التيكي من تما، خدينا التيكي وصافي غادي ندخلوا. شوفوا الدانغو ميكيت اللي تعجبوني، تاخذوا التيكي من هنا صافي ندخلوا. اذا تخلصوا تقدروا تشوفوا هذه البلاصه كامله، ولكن حنا ما غاديش نمشيو. شو علاش صهد 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 بزاف، ما كنقدرش نستحملوا الصهد، غندخلوا غير الداخل. ما كنقدروش نستحملوا الصهد، وانا كتجيني الشقيقه ما شكيت عليكم، ما كنقدش على الشمس. شوفوا اش ما دايره دابا، بطه فازقه على راس، وما نقدرش ندور زعما بلا بيع، وكندير المظل دابا حيت المظل. شوفوا هنا ما نقدرش نمشي، دايرين الديناصورات هنا. يدير لك بيكتشر از اوكي. كانوا كبار. هذا ليليفون اللي كان شحال هادي، ما عرفتش شنو كي ماموت كيعيطوا ليه الماموت، نسيت كازين حاجه تنعم ستيغودون هانغونسيس هانغونسيس. هذا كيشبل ديناصور. شوف هذا ها كيفاش القاوة هكذا، كي كانوا حنا كيفاش كنبانو قدام صغيرين، كانوا كبارين. شوفوا كيفاش كنا غنشوفو فيه. شوفوا هذا عاوتاني، شوفوا هذا ديال بصح. شوفوا هذا الديناصور شحال كان كبير، هذا راه ياكل بنادم. هاد الكوكياج شحال كانت كبيرة، سبحان الله. راه يكونوا باقيين دابا هادو، ولكن يكونوا داخل في أعماق البحار، ديرا يتخشى فيها بنادم. جاني الناس، هذا باين كاين في الماء. شو قداش كانت هذي، جديد ديال البنات. كانت شتا، تصوروا الشتا في الصيف، كانت العاصفة ماشي شتا، كانت العاصفة.
خديت هاد الفلان غزال، خديتها ليها جلبانه بحال الشكل ديال الحمص، بحال الحمص ما فيهاش مذاق الجلبانه. كنت كناكلها حاره اول مره، خديتها مالحه نجرب كيفاش تكون مالحه، نجرب واش بحالها بحال الحاره ولا لا. خديت واحد الحليوات على شكل عاوتاني، شوفوا هذه حلوه نجربها، هذه ديال كوكا حتى هي نجربها. ذقت هاد الجلبانه، شو كيدير المذاق ديالها، داير بحال الحمص ولا باش بحال تقول حمص ماشي جلبانه. ما عجيب دابا اللي ما كتعجبوش الجلبانه ياكلوا بحال هكذا، كاع ما يعرفوا الجلبانه والله ما ذقت الحمص.